هتبقى كلها مجرد اعاده طباعه. وبعد 100 سنه هيجوا الاحفاد يتكلموا في نفس القضايا. في يعني في جوانب كثيره يعني مثلا مقوله زي مقوله درء المفاسد مقدم على جانب المنافع. يعني في منطق كده في اصول الفقه ان الحاجه اللي هيجي منها مفسده وهيجي منها منفعه ما نعملهاش احسن علشان ما تجيش المفسده. الرؤيه دي اللي معانا بتخليك ايه؟ طب احنا عندنا قطر بيحصل منه حوادث، واختراع العربيه في منه بلاوي يعني. فده بيأيد اي فكره ايه؟ للتجديد والابداع والاخراج ده. ولذلك لما بكتب نصوص بتعمد وضع اخطاء لغويه فيها دفاعا عن حق الخطا. لان لو اعتبرنا ان كل شيء لابد ان يكون صحيح من الاول، يا ما تعملوش ما فيش حد هيعمل ايه؟ حاجه. في المفاهيم الدينيه اللي هي بتتكلم عن ايه؟ من اجتهد واصاب فله اجران، ومن اجتهد واخطا فله ايه؟ اجر. يعني حتى حقك في الخطا مأجور. فدي بنيه ذهنيه. إذا ما تعرضناش للبنى ديت هتبقى مجرد إيه؟ مجرد إعادة. اتفضل. خد الميكروفون عشان صوتك يطلع كويس. المفهوم بتاع الدكتور نصر عن القرآن كمجموعة من الخطابات وموقف ده بقى من التوتر المرصود سابقا. أعتقد ده النقطة فيها يعني جدا في الطرح. في حد عنده اي اسئله؟ اتفضل. الميكروفون هنا قدام. هنا قدام. انا بس كنت عايزه يعني اوصل يعني لفكره مريحه. فكره ان المشروعات الفكريه سواء للقدامى او المحدثين بتقف عند نقطه مش بتتجاوزها ونظل في نفس السجال وبتغلي ايديهم عن ان هم يعملوا النقله دي. غلي الايدي دي انا ممكن واحده مثلا دارسه سياسه وعلوم سياسيه فاقول الحاكم بيتدخل في هذه الحاله وقرب العلماء او المفكرين من الحاكم بيجعلهم يحجبوا المعرفه اللي هي ممكن توصلني للحقيقه او ان هي تبقى فكره مريحه ليا. هل ممكن نطبق ده على تحديدا المفكرين المحدثين؟ يعني مشروع محمد عبده وقف، هو يعني جه عند نقطة وبعد كده نسخ اللي قاله فيما كتبه. فهل التاريخ بيقول لنا ايه في حالة زي كده؟ دي نقطة. والنقطة الثانية فكرة حل التوتر اللي بيبقى حاصل في الكتاب أو يتعامل معه كنص أو مقدس، إن بس رايح لفكره المحمله اوجه واروح حطها في موضعها ويبقى دوت اللي ممكن يبقى الحل النفسي اللي بيخلي البشريه لحد ما البشريه كلها مش المسلمين خاصه بيستريحوا مثل هذا التفسير. ده برده نقطه من النقاط اللي مش محسومه او ممكن تبقى في لحظه من لحظات اخدها ك حل. لو كلمه حل ديت هي اللي نفعت يعني نقولها، او ان هي توصلني لليقين اني ممكن يبقى حمال اوجه ديت تخليني مطمئنه باني في هو احكامات ومتشابهات مفيش اي مشكله في ده، وتاتي العبره او فكرة في ان المفكرين يوصلونا ويقربونا للجزء مش التلفيقي لكن على الاقل الحد الادنى من العقل ممكن يتقبله ما بين المقدس وما بين اعمال عقلي انا في تقبل النص كله، او ان انا اخده ك 500 ايه على بعضهم فابقى مستريحه لمثل هذا الحد مش هاخد 6000 حاجة و60 آية 30 آية. فدي لو استزدت منك في الموضوع ده مشكلة. شكرا. تفضل. الميكروفون وراك خالص.
يا ريت كل واحد يتكلم من اسمه عشان احنا برضه ما نبقاش قوالب معزوله يعني. مساء الخير. السلام عليكم. حضرتك كنت اشرت للنقطه بتاعت خروج الاسلام من الجزيره العربيه وانتقاله للشام والعراق وفكره الحوار اللاهوتي. الى اي مدى بتشوف ان ده ساهم في تقصير فكره التعامل مع القران كنص او ككتاب في مواجهه الانجيل والتوراه بدل ما التعامل معاه كايات مفرده؟ والنقطه اللي اشرت ليها ان هي دي واحده من يعني الكوارث الكبرى اللي يعني اللي اثرت على مدار التاريخ، وازاي طوال القرون اللي فاتت ما انتبهناش للنقطه دي، والى اي مدى ان يعني الامر السياسي او وجود منظومات سياسيه محتاجه تربط المجتمع بنسق اجتماعي كان بيأثر في دي نقطه. النقطه الثانيه، العرب قبل الاسلام المفترض ان هم بالذات في مكه انت قدام نسق عقائدي موجوده كعبه وكعبات ثانيه كمان موازيه وكده، فاكيد يعني لو هنتكلم عن النبي محمد بمنطق الزعامه بعيدا حتى عن السلطة الدينية، كان في زعماء ممثلين أو مشابهين، كان بيبقى ليهم توجهات أو آراء، فهل الحاجات دي كانت مكتوبة؟ ولو كتبت هي موجودة فين؟ لأن واحدة من مشكلاتنا يعني أو مشكلة العرب أو المسلمين التعامل مع القرآن باعتباره الميراث الحضاري، يعني هو ده ميراثك الحضاري، يعني فبالتالي لما أجي أفككه لمجموعة آيات هيبقى إيه اللي في ظهري؟ يعني مجرد فراغ. لكن لو قدرنا الحاجات التانية دي تبقى موجودة هنقدر يمكن نشوف ان الامر ابسط ونشيل نقطة القداسة شوية لحد ما او نزحزحها. النقطة الأخيرة اللي حابب أتكلم فيها هي فكرة البدائل. دايما في انتقاد للخطاب اللي بتقدمه حضرتك أو بيقدم مسيحي إن هو خطاب تفكيكي ما بيقدمش أي رؤية بنيوية موازية. ف يعني لو ممكن تتكلم عن فكرة البدائل، يعني احنا اتكلمنا عن الازمات او الامراض، ايه بقى الطرح البديل المقدم؟ شكرا. انا بس عندي تساؤل حوالين انه من بعد القرن السابع سادت المدرسه الفقهيه طول 4 قرون. نقول مثلا من القرن ال 14 ال 15 الميلادي لحد مثلا نهايه القرن ال 18 دخولنا العصر الحديث اللي هم الاربع قرون قبل دخولنا العصر الحديث. يعني انت كان عندك مثلا علم لاهوت وكلام كده في الدوله العباسيه لحد ابن رشد مثلا. بس هو لماذا سادت المدرسه الفقهيه؟ ده سؤال عن مدرسه النحويين. يعني كان في مدرسه نحويين وكانت بالعكس طول الوقت بتشوف اللغه في سياقات مختلفه، يعني يمكن في شبه قواميس كمان، مش قواميس بالمعنى الموجود دلوقتي، بس قصدي الفراهيدي والسيبويه دي مدارس في اللغه ضخمه جدا. يعني ليه سادت الفقهيه مش بس تقاربها من السلطه نفسها، لكن اكيد في حاجه خلتها تسود وتنحي المدارس الاخرى. ده سؤال مهم جدا. اثنين، السؤال الثاني، هل احنا محتاجين طرح ده قبل كده؟ هو احنا محتاجين فعلا وجود قواميس للغه العربيه بدءا من القرن السابع لغايه وصولا في الميلادي طبعا وصولا للقرن ال 19 والقرن ال 20 وبالتالي ده يقول لي تجديد اللغه. هل لو انا عندي قواميس لغه قواميس عربي يعني زي ما قال الاستاذ انا هوصل لمرحله ان انا هبقى في الفراغ؟ يعني لو وصلت بقاموس لغة عربية يخاطب القرن الواحد والعشرين لغة اللي هي الموجودة والمتعامل بيها والمتعارف عليها دلوقتي، فأنا تقريبا بنسف ما هو مقدس ونصر وبالتالي أنا ضهري للحيطة. فعلا أنا هبقى ضهري، ده ما بتكلمش عن المتخصصين، بتكلم عن ده بنية هي استقرت وعلمت بالضرورة في عند الناس. بديل القواميس ولا ان انا ابتدي اعمل بنيه جديده عشان لما احط قواميس او احط افكار جديده يبقى الناس عندها قواعد ثابته تقدر تتحرك من خلالها؟ سؤالين دول. بما ان انا ترزي فهنسج ما بين الامور ديت وهحكيها كحدوته تربط ما بين محمد عبده ونصر ابو زيد في مشوار يعالج القضايا اللي احنا بنتكلم فيها ديت.
ومن ضمنها ايضا نقد عمليه التحديث ذاتها عندنا خلال القرنين الماضيين. وهبتدي من محمد عبده كنموذج. في القرن ال19 طبعا في تغيرات حصلت جديده، التراث والرؤى التراثيه مش هتقدر تتوافق معها، فلابد في تحدي يواجه المفكر المسلم اللي هو السؤال التقليدي اللي هو لماذا تاخرنا ولماذا تقدم الغرب او اوروبا في الوقت ده مثلا او الاخر. فكان بيحاول يدور على حلول. وانا ذكرت مثلا ان محمد عبده في العلم الحديث عايز يعني ما تقدرش انا ما اقدرش اتغاضى عن وجود الميكروفون ده والكاميرا ديت وموجودين في وشي طول الوقت. فالحداثة بتواجهك بتواجهك، فلابد أن يتعامل معها. فكانت إجابة محمد عبده اللي هي استمرار للإجابة اللي كان رفاعة القرطاوي عملها، بس هنشوف بقى عناصر المعادلة عند محمد عبده كانت ماشية إزاي. فمحمد عبده أخذ مفهوم التوحيد الأشعري واخذ مفهوم العدل عند المعتزله. بس مفهوم التوحيد عند الاشاعره هو طوبه في جدار، جزء من منظومه، ما ينفعش ايه؟ تعزله لوحده بعيد عن المواضيع دي، كانك خدت دراع واحد وحطيته جنب رجل واحد تاني وراس واحد تاني، ما بيتكونش كائن حي. تكهر، مجرد تكهر. وكذلك مفهوم العدل عند المعتزله نفس الشيء، بس مفهوم العدل عند المعتزله اللي هو ايه مفهوم العدل عند المعتزله ببساطه؟ هو الايمان بان الله عادل. وبما ان الله عادل يبقى لا يمكن ان يكون يجبر الانسان على فعل شيء ويحاسبه عليه. يبقى المفروض ان الانسان عمله افعاله من ايه؟ بارادته. وده اللي بيخلي للحساب معنى. وجود فكره العدل دي وفكره الحساب دي معناها ايه؟ ان الانسان اراده وان العالم له قوانين يتحرك بها. فبتيجي فكرة السببية اللي هي قايم عليها العلم الايه؟ الحديث. الإشكالية هنا في إيه بقى؟ الإشكالية هنا في نفعية محمد عبده. إنه عايز يعمل تجاور ما بين متباينات من أجل أن يمرر منجزات العلم الايه؟ الحديث. فالنفعية دي هي البذرة اللي خلت محمد عبده معظم مبادئه الفكريه اللي حاططها للتجديد كلها معتزليه. فعشان يستقيم معاها خد مفهوم خلق القران في الطبعه الاولى. بس لان الموضوع قايم على التلفيق ما قدرش ما كانش يقدر ياخد مفهوم التوحيد عند المعتزله، لان المشايخ كانوا هيعلقوا له المشايخ. وسيتهم بالتعطيل اللي هي الاتهامات اللي توجهت للايه؟ المعتزله طول التاريخ. فعشان يقصر الشر عمل التجاور. التجاور ده والتلفيق ده هو لب عمليه التحديث عندنا من محمد عبده، من محمد علي الى السيسي، ومن الطهطاوي لكبر عصفور. نجيب الجامعه والقبه والساعه والدرجه العلميه والمعامل، لكن المضمون هو المضمون ليه؟ تراثي تقليدي. نجيب القانون ونعمل المحكمه وقانون الاجراءات ودرجات التقاضي، لكن مضمون الاحوال الشخصيه يبقى ايه؟ الفقه. فما تعرفش هو احنا في حكم قانون ولا في حكم ايه؟ فقه. وفي الورشه اللي احنا عملناها يوم 28 29 فصلت ازاي ده حصل في قضيه نصر ابو زيد. لان النقله ما حصلتش. هل الحيسه اتلغت بوجود قانون الاجراءات ولا ما اتلغتش؟ هما سابوها كده. لا قالوا انها اتلغت ولا قالوا انها ايه؟ ما اتلغتش. فالراجل اللي رفع القضيه بيقول ايه؟ لا ده الحزب موجوده وانا برفع بايه؟ دعوه حزب. والمحامي اللي بيدافع عن نصر ابو زيد اللي الحزب ايه؟ اتلغى. وجت المحكمه وجت الحكومه انا بعمل ايه؟ لا الحزب موجوده بس هي تبقى من حق وكيل النيابه بس. كله تلفيق. كله تلفيق. اذا بذره التلفيق دي، ولذلك لو محمد عبده كان حسن القضية. حسن القضية ازاي؟ ما انت رايح تجيب من عند المعتزلة او تجيب من عند ابو الحسن الاشعري، ما انت بتبني.
انما لو انت هضمت اللي عمله المعتزله وهضمت اللي عمله ابو الحسن الاشعري وعملت اجابتك انت بتاعت عصرك انت هو ده التحدي. ده ما بيختلفش عن اللي رايح برضه جاي اوروبا عصر الانوار وهننقلها لتسليم مفتاح او هيجيب كانت او ماركس او هيجل او ما بعد الحداثه كله ناتج. وما دام انت بتنقل مش هتفرق كتير بقى انه راح التاني يرجع في حته تانيه عند ابن تيميه وابن القيم الجوزيه ولا محمد عبد الوهاب محمد ابن عبد الوهاب. اربع خمس سنين الاخيره واحد كان متدين جدا جدا ودلوقتي بقى ملحد. او واحد كان ماركسي وبقى مفكر اسلامي. الانتقاله دي بتيجي ليه؟ في وجهه نظري لسببين. السبب الاول ان مفيش تاسيس. وهو كان بينقل عن ماركس وبينقل للماركسيه وبيحاول يدور على حلول ليها برضه ما كان بأسسش. ولما راح بقى مفكر اسلامي او بقى اللي كان اسلامي بقى ملحد بأسسش. البذره الثانيه ان الفكره عندنا مسيس. مش في العصر الحديث بس. نفكر بآليات السياسه لا بآليات الفكر. ممكن اجيب لك مظاهر ليها في العصر الحديث وممكن اجيب لك ليها مظاهر في العصر القديم. وده اللي ما بيعملش حته التجاوز. لان لو محمد عبده كان اسس فكريا كان قدر طه حسين يبني على اساسه ونتجاوز. كان قدر محمد احمد خلف الله يبني على اساس طه حسين ويتجاوز. كان قدر نصر ابو زيد يبني على الاساس ويتجاوز. بس لان المفكر سواء كان معارض للسلطة أو مؤيد يفكر وعينه على غاية السياسة. فتسييس الفكر ده هو اللب. في الماضي موجودة وفي الحاضر. هل الجدل اللاهوتي بين المسلمين الأوائل وبين اللاهوتيين المسيحيين رسخ لمفهوم القرآن كنص؟ هو أساسا التعامل مع القرآن من 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 وقت أن جمع في كتاب على إنه كتاب. فالنصية موجودة طول الوقت. الإشكالية في إيه؟ إن الدراسات اللغوية وده مش كانش عندنا إحنا بس. يعني الدراسات اللغوية في العالم كله كانت في الوقت ده بتركز على مقصد المؤلف. فأنت بتحاول تفهم القرآن عشان تفهم إيه؟ مقاصد الله سبحانه وتعالى. اذا المعنى موجود في النص وانت عارف ان انت ايه تطلعه. بس السؤال الجديد بقى اللي العصور الحديثه فرضته والمنطق الحديث فرضه ان انت ليك دور في تشكيل الايه الحقيقه. لان الحقيقه بقت مرتبطه بزمان وايه ومكان. فهو حقيقة عند هيجل مرتبط بزمانه وإيه؟ ومكانه اللي هو ممكن إحنا نتجاوزه بعد منه وحصل. يعني الفيزياء بتاع نيوتن والفيزياء بتاع أينشتاين مثلا اللي انتقلت. فأصبحت الحقيقة الحقيقة اللي هي إيه؟ بتاعة دلوقتي ساعة كام؟ ما هياش ثابت طول الوقت في حالة تغير دائم. فالنصيه ديت ما كانتش مرتبطه بالجدل بس الرؤيه للعالم. في جزئيه كمان خاصه باللغه في الحته دي اتكلم فيها. البلاغه العربيه كانت بتتعامل على مع البلاغه مع النص على مستوى الجمله. يعني الجاهليين لما كانوا بيتكلموا مثلا على ان شعر بليغ كانوا يقول لك ايه؟ جزيل اللفظ، يهتم بان اللفظ يكون جزيل. فجه عبد القاهر الجرجاني في كتابيه اسرار البلاغه ودلائل الاعجاز وحط نظريه النظم. لبها ايه؟ بيقول ان العبره مش بالكلام. يعني دي ده اسمها كوبايه لو احنا اطلقنا عليها بكره طقطق هتقوم بنفس الايه؟ الدور. اللفظ ملوش جلال في ذاته. لكن هو طريقة نظم الكلام مع بعض هو التي تعطي تفرق بين كلام البليغ وكلام غير بليغ. بس هنا بيقف عند مستوى الايه؟ البلاغة على مستوى الجملة.
لذلك كل الدراسات كانت بتعمل القرآن بيتعامل معاه ايه؟ آية آية. الدراسات اللغوية الحديثة بتتعامل مع النص كايه؟ كنسق كامل. احنا عملناها على مستوى النقد الأدبي ونقد الدراسات الأدبية بشكل عام يعني النصية. لكن تلك النقلة لم تتم في الدراسات القرآنية والدراسات الإسلامية ايه؟ بعد. أنا أشرت لبعض النماذج إن الشيخ محمد عبده كان بيقول توجهات عامة للصورة في بداية التفسير، سيد قطب كان بيعمل نفس الشيء، شيخ أمين الخولي بيجمع موضوعات في القرآن كله ويدرسها. إحنا دلوقتي بقى دخلنا في الدراسة دي الأنساب، وده اللي أنا عايز أقوله بقى، أن الدراسات القرآنية الحديثة في أمريكا وفي ألمانيا بالذات في أوروبا وحتى في بلد زي تونس متقدمة، واحنا عندنا هنا لسه بنعمل ايه؟ الاعاده بلا افاده وبنكتر القديم. والمدرسه اللي كان بيعملها نصر ابو زيد في جامعه القاهره هدمت واصبح تدريس التفسير والاحاديث والحديث وعلوم الحديث في كليه اداب بركه كما كان. وبدون ان ندخل في الدراسات القرانيه الحديثه هنظل في الاطار ده. في سؤال هنا مهم، مراحل نصر ابو زيد يعني عايز اعمل محاضره لوحدها لان ده مهم. هو برضه مر على اللي عمله القدماء، يعني هو فلسفه الماجستير اتعامل مع المعتزله وفلسفه الدكتوراه اتعامل مع التصوف ولقى انه اتجاهه النافعي برضه اللي هو الاستخدام النافعي التكتيكي زي ما هو حصل في الوقت اللي احنا فيه. الإشكالية في مسألة المعتزلة إن هم بيعتمدوا على المجاز في التأويل، والمجاز بطبيعته بيتعامل مع التجاوز على مستوى الإيه؟ الجملة برضه. فده بيخسر القرآن زي ما قلنا كده، الرؤية الفقهية بتتعامل مع 500 آية. الرؤية الصوفية خدت لها إيه؟ جزء. الرؤية اللغوية بتتعامل مع جوانب معينة، فأصبحت جزر منعزل. محتاجين رؤية الايه؟ التكاملية. وده اللي احنا محتاجين نخطي اليه. فإجابتنا على بقى البدائل. البدائل مش عبارة عن إجابة أنا هقدمها لك وتبقى هي الصح. البدائل مشوار هنمشيه مع بعض. لأن الفكر الحقيقي والمفكر الحقيقي والباحث الحقيقي من وجهة نظري أنا المتواضعة مش محطة وصول. ده مشوار. اللي يعتقد انه وصل انتهى كباحث وتحولت الى دمى. لو انا اعتقدت ان انا قدرت اصل الى ان القران هو ده هو المعنى لقصود القران، اولا طبقت ما بين فهمي وما بين مراد الله وحولتها الى ايه؟ الى دمى. فالبدائل نصنعها جميعا وانت ترى بقدر جهدك. ازاي؟ انا كان في ايدي دلوقتي ما ابص عليه شايف حاجات معينه. لو وضعته تحت ميكروسكوب ضوئي بعدسات هشوف حاجات اخرى. هل معناه ان انا كنت شايفه قبل كده غلط؟ ولا درجه العمق والاتساع زاد؟ لو وضعته تحت ميكروسكوب الكتروني، لو وضعت تحت أشعة إكس، الحقيقة في حالة تشكل دائم. الإشكالية في إن أنت تعتقد إن أنت إيه؟ أمسكت بيها وتثبتها، من هنا تنشأ الدم. ومن هنا يأتي العنف. لأنك إذا اعتبرت إن اللي معاك هو الحقيقة، بتبقى هي المسطرة اللي أنت بتقيس عليها إيه؟ الآخرين. وخطابنا كله خطاب ضد الآخر. لأن الرؤية الفقهية قايمة على التمييز ما بين الأشخاص. يعني كل بنية الفقه قايمة على التمييز بين الذكر والأنثى. التمييز بين المسلم وغير الإيه؟ المسلم. هي طبيعة البنية لطبيعة الدولة الإمبراطورية اللي نشأت فيها. إحنا دلوقتي بننتقل في العصر الحديث بنحاول ننتقل من دولة التمييز إلى دولة الإيه؟ المساواة. فالفقه والمحاكم الشرعية قايمة على التمييز
دولة القانون قايمة على الايه؟ المساواة في المراكز القانونية. فاحنا ما عملناش الانتقالة دي، وقفنا ايه؟ في المنتصف. سؤال بتاع بيسان مهم، لماذا سدت المدرسة الفقهية عن المدارس الأخرى؟ هي لها جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية، بدليل ان في مدارس اساسا في الفقه كمان ماتت. يعني كان في مدارس كتيرة جدا في الفقه، واللي وصل لنا دلوقتي مثلا الازهر بتدرس سبعة، الأربعة المشهورين عند السنة، وبعدين ابن حزم، وفي بقى الشيعة الإمامية بندرسها، وفي عندنا بقى طبعا مذاهب للقبضية برضه والشيعة في مذاهب مختلفة. بس أظن كانت متسعة أكتر من كده. بس كان بيعمل إيه بقى مثلا؟ فممكن تلاقي مدرسة في الفقه في أمير أنفق عليه. دولة جت زي الدولة العثمانية وأصبحت إيه؟ الفقه الحنفي هو الفقه بتاع الإيه؟ الدولة. فيبقى القضاة يطلعوا من الأحناف، فالمدارس الأحنافي بقى لها الأولوية. ده على مستوى الفقه ذاته. بس ليه بقى المدرسة الفقهية؟ وليه مثلا علم الكلام تم تهميشه، والتصوف تم تهميشه، واللغة والبلاغة تم تهميشها، والمقاصد الكلية تم تهميشها؟ الرؤية الفقهية رؤية ملموسة، تتعامل مع العالم بمسألة إيه؟ الصح والخطأ، الحلال والحرام، الأبيض والأسود. وتلك الرؤية تجذب العامة أكثر من الرؤى الإيه؟ المفتوحة. لأن إحنا دايماً عايز إديني حاجة يقيني أمسكها في إيدي، عشان العالم بتاعي يبقى إيه؟ مألوف، مألوس، أقدر أعيش فيه. إنما لو هو بيتغير طول الوقت ده شيء مفزع. شيء مفزع. الرؤية الفقهية بتساعد فيها. وكان دايما السلطان أو الحاكم اللي عايز دعم الناس، فهم مطلق الباب لمين؟ للفقهاء، ويحارب الإيه؟ زي ما حصل مع ابن رشد مثلا. عايز دعم الناس، فالفقهاء ابن رشد عمل لنا مشاكل. فيضحي ابن رشد عشان إيه؟ الجماهير. صوت الجماهير الهائر. هو نفسه اللي ايه؟ بيحصل معاك. النصوصية تساعد على ذلك. فسببها أن السياسة هي المتحكمة في الفكر عندنا منذ البداية. ولما أقول عندنا بتكلم على تاريخ العرب والمسلمين، لأن احنا تاريخنا أقدم من كده. بس طبعًا يعني تم تهميش ده كله ونجعلها من بس ده موضوع طويل يعني. بس هشير اليه اشاره عاجله، انه الدين هو الذي خلق الدوله في تجربه العرب. بمعنى ان ما كانش في دوله قبل النبي محمد. الدوله كونت مع، فالتداخل ما بينها هو ديني وما هو ايه؟ سياسي من المنبع. وتجسد اكثر في الحوار بتاع بني ساعده، ثقيفه بني ساعده على ايه؟ مساله اهل المدينه الانصار والمهاجرين. بس تجسد اكثر برفع المصاحف على اسنه الرماح. وهنا تحول القران من كتاب للفهم نفهمه ونتدبره وندرسه ونحاول نوصل لمعانيه، الى ان يصبح سلطه تفرض بالقوه تتخفى وراءها سلطه البشر. والمحك كيف نستعيد القران وان يتحول من كونه سلطه الى ان يكون ساحه للفهم والدراسه والتدبر. كونه سلطه تستخدمه الحكومات للسيطرة على الايه؟ على الناس. وما زالت. فبدون كسر الحلقة دي، الفكر عندنا في تجربة التحديث مسيس. فالمفكر سواء كان مؤيد أو معارض، يعني حتى المعارضين للسلطة بيفكروا بنفس آليات التفكير.
والمؤيدين بيفكروا بنفس الحته. يعني انتوا تشوفوها مثلا 30/6 والفقهاء اللي هم بيدافعوا عن الدوله، والفقهاء اللي هم بيهاجموا الدوله، كله استخدام نفعي للدين والسياسه. هشير لنقطه اساسيه او نقطه اتكررت مرتين، هي مساله القداسه في عجاله. ليس المقدس مقدس في ذاته، القداسة علاقة نطلقها نحن على الشيء بدليل ان المقدس عند واحد مش مقدس عند واحد تاني. فالقداسة مش في الايه؟ في ذات الشيء، ده هي علاقة بينشئها الانسان مع الايه؟ مع الشيء. يعني مثلا لو فرضنا مصحف عند واحد مش مسلم مش مؤمن، تمام، مجرد يعني كتاب ممكن يعمل معاه اي حاجه تتعمل معاه اي كتاب. عند واحد متدين مسلم له ايه؟ حاجه ثانيه. هنا الكتاب ذاته القدس ذاته ولا دي علاقه احنا بننشئها؟ دي قضيه بيغفر عنها الكثيرين. هو ربنا بيتكلم والقران بيتكلم، في بشر هم الذين يحاولون ان يقولوا ان مراد الله كذا او مراد القران كذا او حتى مراد الدستور كذا او مراد القانون كذا. دائما الجهد البشري بيدور في صنع الايه؟ المعنى. ولذلك المعاني ليست ثابته، هي تصورات بتعكس اجتماع وسياسه واقتصاد ودين. فطول ما انت مأزوم اجاباتك وقراءاتك هتنتج قراءة معينة، وكل موجود جوه النص، يعني كل الأمور موجودة. أي نص، مش بس نص القرآن، شوف أنت كمية الكتابات اللي بتكتب عن شكسبير أو عن نجيب محفوظ أو عن لا يطلع مش عارف هو كذا، هو اشتراكي وهو الرأسمالي وهو هي طبيعة اللغة كده. مشكلة النصوص بقى، النصوص، النص المقدس بيفرق كتير قوي عن النصوص البشريه الاخرى اللي اي حد بيكتبها من اول الانسان الطبيعي لغايه اكبر المفكرين اللي خدوا نوبل. فكره علاقه المقدس بالمقدس له. طب احنا مجتمعات محافظه، طيب الحل ايه؟ هل هنفضل خايفين من ان احنا نفكك البنيه الايمانيه القديمه اللي عندنا بعد ما ظهرت فيها مشاكل نتيجه تحليلاتنا ليها وتحليلات الفقهاء ليها، ولا هنقدر في يوم من الايام ان احنا نكمل حياتنا زي ما بيسين قالت من شويه ان انا هوصل لمرحله ان انا هلاقي ضهري للحيطه؟ طب وايه المشكله ان ضهري للحيطه؟ ايه المشكله في كده؟ يعني انا النهارده لو عندي شيء قديم مثلا ليتسين مثلا، بلاش عشان الموضوع ممكن يكون شويه مقلق لبعض الناس، عندي مشكله في الدين وفي مشكله ظهر، طب ما انا اركنه شويه على ما نشتغل عليه ونحلها واشوف بعض المعطيات الاخرى في الكون حواليا من نظريات علميه من نظريات فلسفيه، مش شرط ان انا اخدها تسليم مفتاح زي ما انت بتقول، يعني اخدها واهضمها واشوف ايه المتناسب معايا كشخص او كانسان او كانسانه او كمجتمع او حتى قبيله من البشر، واكمل لغايه لما نبقى نحل الاشكال ده، لان لغايه دلوقتي واضح ان في مشكله كبيره جدا منه وداخل على معتركات كتيره. يعني هتدخل في سلطه، هتدخل في مشاكل مع السلطه الحاكمه فعلا فيه، لان السلطه مش هتسيب الموضوع بسهوله، وفي طبقات العلماء ان كانوا كنسيين او ازهريين مش هيسيبوا اكل العيش بتاعهم في موضوع زي كده بسهوله، والمعترك مش هيكون معترك فكري بس، هيكون فكري، واعتقد انه هيكون في صراعات حروب اهليه عشان ابقى واضح وصريح في الكلام. فعلا هنوصل للمرحله دي؟ انا عن نفسي قضيه شايف ان قد اكون مخطئ، شايف ان البلد هتوصل للمرحله دي في يوم من الايام، لان الموضوع مش هيفضل صراع فكري بس، لان في فعلا صراع فلوس كبيره جدا ورا الموضوع ده، هم مش هيتخلوا بسهوله عن الموضوع ده، يعني الفكر لوحده مش هيحل. طيب على ما نوصل للمرحله دي احنا كبشر هنعمل ايه؟ انا ممكن اكون وصلت لحاجه بيني وبين نفسي، لكن بقيه الناس اللي بيسان بتتكلم عليهم مثلا، الناس اللي هتلاقي ظهرها للحيط، الناس اللي خايفه من بكره، الناس اللي خايفه لما تموت تخش النار، لان احنا بنتولد يا ابني اعمل ده عشان تخش الجنه، انت لو ما عملتش كده هتروح يوم القيامه في الجحيم. المسيحي اليهودي المسلم نفس القصه، فكره الديانات وفكره المقال والمصير. المصير يعني سيبك، انا موجود هنا النهارده اوكي، عارف ان انا اخر الشهر هقبض، لو ما قبضتش ممكن حياتي تبقى صعبه. طيب لما اموت بقى، طب انا عايش في جحيم، هل هكمل في الجحيم ده كمان لما اموت؟ الخوف بقى من الغموض ومن المجهول ومن ان انا بعد كده هعمل ايه، الفكره دي هي اعتقد هي اساس المشكله اللي احنا عايشين فيها. في ناس كتير لما تيجي تكلمهم كلام معين يقول لك طب واحنا هنعمل ايه لما نهد ده كله؟
طب انت شايف ان الكلام ده كله هيوصلنا لايه؟ انت شايف ان احنا بعد ما نموت هنروح لفين؟ يعني مفيش ربنا؟ طب وبلاش النصيه، انا النهارده ليا وجهه نظر وحضرتك ليك وجهه نظر والاساتذه الحاضرين وغيرهم ليهم وجهات نظر، هنفكك الدين. انا ما عنديش مشكله انه يتفكك تماما، بالعكس ده شيء جميل، بس وكل انسان يكون ليه منظومه دينيه مستقاه من النص نفسه. في ناس هتقول لك طب ما هو كده النص بقى مفتوح، طب ما فين فكره الاله؟ فين فكره الاله؟ طب ما الاله ليه مغزى؟ هتقول لي لا، المغزى انت اللي بتوصل له كانسان باحث في النص. اقول لك مظبوط، بس في ناس كتير هتقول لك انت كده فككت الفكره نفسها، ما عادش في اله ليه وجهه نظر. امال احنا مسلمين ليه؟ امال الاخر مسيحي ليه؟ امال الاخر يهودي ليه؟ هتلاقي في اشكال كبير في الحته دي يا استاذ جمال، ويعني اتمنى لحضرتك بقى ايه يعني نشتبك فيها شويه بقى الحته دي. في حاجه عندي سؤال، اتفضل. يعني هي مرتبطه بالكلام معركة حقيقية، أنا متفق معاك، هي معركة على الهيمنة بتاعت الصحراء تماما، بس مش سهلة بسبب الفكرة بتاعت مركزية الصوت. هي يعني الفكرة هنا مش في مركزية النصر بقدر ما هي في مركزية الصوت. يعني حل المسألة دي مش هيكون هنا في إطار الحل السياسي الاتباعي، لكن أنا هتكلم هنا على مستوى في طيار علماني، طيار علماني في المنطقة هنا بيقول لك طيب يعني عامل نقد كده مواجهة لفكرة تجديد الخطاب الديني وافتتاح الدراسات القرآنية، إنه الناس وصلت في صدام مع النص بسبب القيود اللي بيفرضها من خلال السلطة على معايشه على حياته اليومية، وبالتالي ابتدت تخرج. طب أنا هدي يعني تصير حياة مرة تانية لنص بيموت وبيفارق الحياة المادية للبشر وبيخلي تحط البشر على طريق العلمنة بفعل مصالحهم المادية المباشرة، يعني فعنده نقد لكل الاتجاه بتاع ما تسيب الناس تكتشف حاجة سيء، ما اقعدش انقي واقول لا ده هو ده الاسلام هو ده البخاري زي ما بيقولوا الاثريه، عاجبك يعني. وده بيحط الناس قدام اختيارات حديه في لحظه انت ممكن تعمل فيها قطيعه متصوره. انا مش مع المدرسه دي، انا بلدي بيفكروا ازاي قطيعه متصوره مع سلطة الكنيسة أو سلطة الكهنوت داخل الإسلام زي ما حصل في أوروبا. يعني ده طيار، أنا هتعامل معاه إزاي؟ الحاجة الثالثة هي أنت عملت حاجة يعني أشرت إشارة مهمة في مسألة دور المتلقي في صنع المعنى أو في فهم أو في يضيف معنى أو هنا النموذج اللي شغال في تطوير في العالم، وده جاي من عالم التكنولوجي شوية، اللي هو له علاقة بالمشروع بتاع الأوبن سورس، إنه في طيارين كبار في عالم المعلومات، قايم على فكرة صناعة البرمجيات، والبرمجيات لها حقوق ملكية فكرية ودي لازم تصنع مؤسسة كاملة عالمية شغالة ده، ومشروع تاني عامله مجموعة من العلماء قايم على سيدنا ده كل واحد هنشتغل على اوبن سورس، والاوبن سورس ده كل واحد في العالم بيقوم وبالتالي بيتطور وبياخد منه مجانا ويعطيه مجانا. تلاقيه مدى ممكن الاستفاده من مشروع الاوبن سورس في مشروع زي يعني انشاء مشروع الدراسات القرانيه. الفكره هنا اقرب شويه لطريقه التفكير بتاعت الاوبن. اتفضل. بس مش متاكد ان انت وضحت نقطه ايه علاقه مشروع دكتور ناصر الاخير اللي هو القران كمجموعه من الخطابات، ايه علاقه ده بقى بالتوتر المرسوم سابقا؟ ما وضحتش في الاجابه اللي فاتت يعني. بس لان الكلام عن مشروع ناصر عايز تفصيل سريع يعني مرور على او ايه وقت بس انت عارف طبعا انا قعدت انت كنت حاضر في المؤسسه في فرشه محتاجة تتعمل احتراما للجمهور واحتراما
لنصر. ابتصار واختصار احيانا بتبقى واحتراما لنفسي كمان في امور محتاجه تتفصل، لان ما ينفعش ان انت ايه تسلقها كده او ترميها كده. هحاول بقدر الامكان. في النقطه بتاعتك انت بتبص على العالم على انه عربيه ميكانيكي، ممكن نشيل ده ونحط ده ونعمل كده، مش علينا حياه. انت ما تقدرش تعمل تقول ايه انا هثبت مساله الدين في بلد زي مصر واحطها على الرف، او انا هثبت مساله خاصه بالقران واحطها على الرف. لكن انت بتتعامل مع الدين على انه حاجه في مكان في وضع ما ممكن نحطها جوه أوضة الصحارى ونقفل عليك. ده وعي داخل الايه؟ الذهن وداخل الثقافة. المشي اللي انت عايز تعمله لابد وان يتم داخل الايه؟ الوعي. كل التغيير اللي هو من بره ده، ما هو ما عبد الناصر عمل الاصلاح الاصلي سنة 61 وصلنا ليه؟ عمل الازهر وحوله الى جامعة وبتاع، وعمل اذاعة القرآن الكريم. وصلنا ليه؟ كل محاولات التغيير في الواقع هي محاولات لن تؤتي ثمارا جيدا، هي مجرد ترقيع. الخطو الاساسي هو المشي داخل الذهن وداخل العقل. الثقافه مش حتى بس بالمعنى السياسي بس. السياسي ده اللي على السطح، لكن له بنيه ثقافيه تحت الجدر. بتتجلى في الدين وتتجلى في الاقتصادي وتتجلى في الاجتماعي. فالنظره الميكانيكيه ممكن سهل جدا ونعمل زي ما عمل اتاتورك ونغير الكتابه بالحرف العربي ونكتب التركيه بحرف لاتيني وهكذا، اللي هي ايه؟ كلها قايمه على ايه؟ الجبر والعنف والقوه. وصلنا لايه؟ ان الاسلاميين هم اللي بيحكموا في تركيا. وصلنا لايه في مصر؟ ان الاخوان هم اللي نجحوا في سنه 2012 لما في انتخابات حره. لان تحولت الى مجرد اجراءات بلا بنيه فكريه عميقه تحتها. فهتستبدل حسنين بعوضين، هتوصل لنفس المشوار الاساسي. والمشوار ايه؟ داخل الوعي. مفيش حد عايز يمشي داخل الوعي، كله عايز يمشي بره الوعي، سواء اللي بيقول كده او اللي بيقول كده. فالجزئيه دي مهمه، وعلاجها او التعامل معاها مش بالقوالب الجامده دي. ما هو انت بتشوف ناس بيقول لك احنا ملحدين واحنا بنكفر بكل حاجه وكده. وواحد سالني سؤال في ندوه قبل كده، بيقول لي طب انت فاكر يعني لما هم يعملوا تقرير يختار الدين الشباب هيسألوهم؟ لأن السبب يعني عمل كفر بكل الحاجات دي. فأنا قلت له أنت بتبص على الدين على إنه الطقوس الظهر، إن حد هيبطل يروح الجامع وحد هيبطل يروح الكنيسة وحد هينشف شعره وحد هيعمل مش عارف إيه. دي المظاهر اللي الدين تصور ورؤية للعالم موجودة داخل ذهن البني آدم. صديقي العزيز المبجل حاج فكرة الروسي اثيست، ونتكلم معاه عاش في امريكا بقى له 40 سنه او 45 سنه. فكل ما نتكلم في التليفون يقول لي ان شاء الله هنتقابل انت. لانها بنيه في الايه؟ في الوعي. المجتمعات بقى لما انت بتتكلم على اوروبا هما مشوا داخل الايه؟ الوعي. هو لما جه يتعامل مع الكتاب المقدس كل الدراسات في عصور النهضه ونقد الكتب المقدسه وضعتها في السياق التاريخي علشان يفرق ما بين ما هو تاريخي بيعكس. فيقول لك مثلا ان الرجل ده عقبه بنت ايه؟ بنت زمانها. ما هي واجده حتى على عند اي مسيحي متدين داخل اي كنيسه في اي اتجاه مش هيشوف الرجل ده ايه؟ دي حاجه تشريع مسيحي لا تتخطى الزمن يعني. هي بس
ان هو مجرد تصوير لواقع اللي كان موجود فيه. احنا ما عملناش ده، بدون نعمل النقله دي هيظل عقوبه السرقه هي قتل اليد، ويبقى حلم الاصولي المتدين ان هو عايز ايه؟ يوصل يعود يعني حلمه في المستقبل والعوده الى ويبقى الاختلاف بيننا هي النقطه اللي انت عايز ترجع عليها ايه؟ يبقى حلم واحد مثلا لابو بكر وعمر، وحلم جابر عصفور محمد عبده في القرن ال 19 وده بقى حلم التنميريين، او حد عايش يقرا ويتجاوز الموتى، ولكننا مجتمعات تحكمها او يحكمها الموتى. مش عايز اوضح حاجه، ما انا لسه ما خلصتش. انا عايز اشوف حكايه واحده عشان عايز يعني احتفظ بالناس، يعني حكايه طيب انا مراد الله لو بنرش كله على بعض يعني نتكلم فيه. النقطة الأساسية اللي هو ذكرها مسألة السلطة. لأن اللي أنت بتشوفه على مستوى الدين والوعي الديني هو تجلي مظهر من مظاهر نسق كامل. بس في ناس بقى يعتبروا إيه؟ إن الإشكال كل الإشكال في خطاب الدين. لو إحنا عملنا في المشايخ والأزهر والمش عارف إيه والجامعات كل ده هو ده الحقيقي. هيبقى الحال. في حين ان هم دولت مجرد تجليات الايه؟ للرابط تحت السطح اللي هي مركزيه السلطه. المتغونه في كل الايه؟ النواحي. 52 وعند وقبلها. وقبلها. يعني دي مواقف ايديولوجيه ان في حد مثلا يقف عند حته معينه ويعتبرها هي زي ما هيجي برضه يعتبر كلام عن 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 مراد وهذا هي مواقف. طريقه في التفكير في فرق ما هتوب يعني احنا بنكسر مركزين الصوت فبدون المشي داخل العقل هيبقى كلها مجرد ايه؟ اعاده اطلاع على نفس الوجه بدون الدخول بقى انا هعرج على حته مساله تجديد الخطاب الديني لان المشايخ استخدموا كلمه الخطاب للدرجة التي أصبح الخطاب يعني فقدت معناها يعني الحقيقة الكلمة. وأصبح الخطاب هو الخطبة. فيبقى تجديد الخطبة اللي هو إيه؟ الكلام بقى بالعامية والكلام على مصطبة ويقول تغيير في الشكل حتى تغيير في الموضوعات وكده. بس الخطاب هو البنية الذهنية وراء المنطوق. فتجديد الخطاب لا يمكن أن يجدد خطاب. انت محتاج لخطاب جديد، ليه؟ يعني ايه؟ يعني لما نقول مثلا القرآن ففي علاقة ما، نوع معين من العلاقة موجود دلوقتي مع القرآن، اللي احنا قلنا ايه؟ التعامل مع القرآن على انه ايه؟ سلطة. سلطة، القرآن فيه كل حاجة، كامل وشامل من أيام الشفع. فيه كل علوم السابقين وعلوم اللاحقين وهكذا. فما دام كامل وشامل وما دام سلطه يبقى هدور على كل حاجه فين؟ في القران، فلما يطلع يبقى الاعجاز العلمي في القران. كل منتجات اللغه والبلاغه موجوده فين؟ في القران. وكل مهمتنا ان احنا نحفر عشان نطلع الثروه. يعملوها في السعوديه ويطلعوا بترول واحنا نعملها ونطلع من التراث يعني. الحفر مش هيطلع الا ايه؟ فلا بد وان نحيي هذه المشاكل، فكون ان انت تخلق علاقه جديده، نوع اخر من العلاقه مع الايه؟ من القران، بكون من سلطه الى ممكن ايه؟ كتاب للايه؟ للفهم والدراسه، وده اللي هيحاول ويعمل عمليه النقله اللي احنا كنا بنتكلم عليها، التفرقه ما بين ما هو تاريخي وما هو ايه؟ بين قوسين الهي متعدي متزامن، اذا ما عملناش ده هيبقى مجرد تبرير لامور معينه حاجات حديثه بتحدث حقوق الانسان موجود محمد عماره ازاي كتب كتاب كامل عن حقوق الانسان واحد قال كتابات عن حقوق المرأة او الدكتور وهكذا في نقطة ابتهاء بسان ذكرتها أنا نسيتها اللي هي مسألة القميص والتاريخ. المسألة مش مسألة لغة بمعنى إنه هنعمل قميص أو
اللغة العربية محتاجة قاموس تاريخي اللي هو يدرس ويرصد تطور دلالات الايه؟ اللفظ عبر التاريخ، احنا ما عملناش الكلام. والمجمع المقدس بتاعنا عمل حاول الموضوع في ساعات عمل حرف الالف او حاجة زي كده. هما طبعا اللغات الأخرى عملوا ده. أنت بتشوفي إن اللغة في حالة تشكل ده. بس ده مش الإجابة، لأن احنا عندنا صراعات دلوقتي لما نيجي نتكلم مثلا عن مصطلحات زي العلمانية. وراح واحد يروح يجيب تعريف من القاموس، واحد بقى طويله كده يقول لك اهي انا جايبها من قاموس كذا وقاموس كذا، لانه بيتعامل مع اللغه على انها ايه؟ ثابت. المفهوم في حاله تشكل ده زي ما اتكلمنا على الحقيقه الثابته بالمنطق الارسطي والحقيقه بالمنطق الحديث في حاله التشكل ده. فاللفظ ده والمفاهيم، يعني انا الكلام اللي بقوله دلوقتي ممكن لو بعد شهر هينمو هيتطور. فتيجي انت تحاسبيني بقى، انت بتناقض نفسك انك انت بتقول يوم كذا الساعه كذا. لابد ان نطلع كل ده في ايه؟ في السياق. فاحنا فعلا محتاجين قاموس او معجم بيرصد التطور التاريخي، بس ده عايز جهود كبيره جدا وهيفكك حاجات كثيره. بس مش هو الاجابه الواحده. انت محتاجه بنيه للتفكير نعملها، وللاسف مش حد شغال على بنيه للتفكير او قنوات للتفكير. اللي انت شايفه لا جامعه فيها تفكير، ولا الاعلام فيه تفكير، ولا الشارع فيه تفكير، كله مجرد عايزين نسحب الناس والخناق مين اللي ماسك الحق. لو عايزه تعملي تغيير يبقى نقص الحق. واول واحد هيحاربك لما تقص الحق اللي هو كان مسحوب، اللي كان مستريح. ايوه العالم بتاعه مالوف ومعرفه. انت هتخرجني ليه بقى العالم مجهول انا ما اعرفوش؟ فده تحدي مش سهل. واديك شايف يعني ونحاول بقدر الامكان. اتفضل بقى المكتب بتاعك اللي هي بتجيب هذه النهايه عشان احنا كده خدنا في حكايه ابن رشد في علاقته بالمشروع بتاع تاسيس العلمانيه هو مش استدعاء. مش جايين ابن رشد يجاوب على احنا استدعاء للمعركه اللي بموجبها ابن رشد تم يعني تهديش في البنيه السائده في التفكير العربي. انت عايز تحط فكره رايفل، فكره منافسه للتيار السائد. ده مستوى. المستوى الثاني ان هو الدور اللي لعبه الرشديه في اوروبا في النقله، اهم النقله اللي حصلت في الفلسفه الاوروبيه الانقطاع مع يعني العلمانة نفسها في أوروبا قايمة على التيار الروسي. يعني مش مسألة إن أنا بستدعي برضه التجربة، لا، بشوف الفكر ده لما يتحط ويتوظف في صراع فكري آلي ضد الروسي. فبالتالي يعني هنا أنا مش داخل المعركة إن أنا بستدعي نقطة مرجعية في التاريخ علشان أقول هي دي وأرفع لها. انا بشاور على نقطه تتعلق ومضه زي ومضات كتيره زي المراجعه اللي عملها مثلا زي محمد عبد ومراجعته وما بعد علي عبد الرازق ومراجعته ايضا وطه حسين ومراجعته في فين؟ ليه دايما الومضات دي يتم الانقلاب عليها ومراجعتها؟ احنا عندنا قيام تاريخي في الفكر الاسلامي على الرشدية عايزين نصححه. أنا ليا كلام كتير عن الموضوع ده، مش عارف تحكيه دلوقتي علشان الناس يعني، بس هي نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن ابن رشد ذاته قد همش، والسبب من وجهة نظري ونصر له دراسة على الموضوع ده اللي هو إيه؟ دراسة مقارنة بين خطاب الغزالي وخطاب ابن رشد، وإزاي خطاب الغزالي همش خطاب ابن رشد. والسبب ايه؟ السبب ان خطاب ابن رشد تبنى الرؤية اللاهوتية لخطاب الغزالي. فإذا كان هو يحاربه على مستوى المنطوق فهو يرسخ طريقته في التفكير. ازاي؟ الغزالي عمل الخاصة والعامة. ابن رشد برضه عمل ايه؟
ده اللي هو ايه؟ انت بتحارب خطاب بآلياته، فانت كده بترسخ وجوده. دي النقطة الأساسية. النقطة الثانية الأساسية، ابن رشد كان مرحلة في أوروبا، بس أساسا التغيير في أوروبا جه بنقد مشروع أرسطو ذاته اللي هو كان بيشرحه ابن رشد، فهي ثورة على أرسطو. فاحنا بنقول ابن رشد بس عشان ايه؟ نقول للاوروبيين يعني بضاعتنا ردت الينا. فهي برضه موقف استيعاضي بيتعوض نقص الاختلاف. طبعا مراد هبه راجل مهم، بس اذا حولت التنوير والعلمانيه الى دوغما، حولتها الى دين، طب انت بترسخ للخطاب اللي انت بتحاربه. اختار انت تحب، هتقول لي العلمانيه مش قايمه على النصوص. نص مراد وهبه اصبح مقدس. مقدسا. عندما يقدسونه بقى. ما هو بس. ايوه لا احنا بنتكلم عن المنطق. تمام صح. عن المنطق. فربطا بالكلام اللي انت قلته، النصيه مش مرتبطه بنص. قد يكون فهم اشخاص مع ان تحول ذاته الى ايه؟ ما احنا شفنا المذاهب الفقهيه كانت بتتكلم كده، وتحول راي الامام الى ايه؟ الى دوغما. خلاص الى دوغما. فكذلك ممكن تحصل في اي مذهب لما يتقفل ويتقلب عليه يبقى ده الثواب. مع الماركسيه اللي برضه تكفير. ماركسي الاخر لانه كذا وكذا وكذا وهكذا. انا شاكر لكم جدا و أشكركم مرة أخرى على المشاركة في ظل العالم اللي إحنا بنعيش فيه، وأتمنى إن إحنا يبقى فيه استمرار إن شاء الله. شكرا جزيلا.